قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول أو الاعتقاد، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يعني القبور دي بتبقى أوثانا 200 إذا عبدت من دون الله بسبب هذا الغلو. الصنم الحجر والوثن ما عبد من دون الله ولو كان قبرا. بيذكر لك الدليل الآن. قال: روى مالك في الموطأ، مالك بن أنس المعروف الإمام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله بهذا الدعاء واستجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن القبر إذا عبد صار شنو؟ وثنا. ولذلك حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، وهي مثلثة لا يستطيع من أراد أن يتوجه إليها وأن يستقبلها للعبادة أن يستقبلها، لا يستطيع، حماه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الفائدة الثانية، أن هؤلاء الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد مغضوب عليهم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وده يا جماعة رسالة نحن نرسلها لأصحاب الأموال وأصحاب الطرق. أصحاب الطرق بيدعوا لأنه يبنوا فوق القبور، للبناء فوق القبور، وأصحاب الأموال لجهل الكثيرين يتبرع ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك يا زول ده عمل خير، واحدين يجمعوا تبرعات كمان، يقول لك ده عمل خير يا أخي، ناس تجمع نبني وكذا وكذا. في رفاعة في واحد يقوموا فيها ويصلوا للبيم الثاني الفوق، يلا تجي مطرة قوية تشيله برا. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان هنا سفيان الثوري، مجاهد ومنصور هنا منصور بن المعتمر، ومجاهد معروف مجاهد بن جبر عليهم رحمة الله جميعا. قال في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. تفسير مجاهد بدري، قال اللات ده رجل يلت السويق، وده نفس تفسير ابن عباس في صحيح البخاري كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال اللات ده رجل كان يلت السويق للحجاج، بيجيب السمن والعسل والأشياء دي بلخبيته سوا والزبيب بلخبيته ويقدمها للحجاج. لما مات قالوا ده زول صالح، كونه يقدم الكلام ده للحجاج وكذا ما نخليه مش سالي. فسووا له شنو؟ في قبره بقوا يعكفوا، يلازم القبر وعبد من دون الله، بل وبنوا له صنما في صورته. طيب، قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان يلت السويق للحاج، يعني للحجاج. وده الأثر الثاني ده في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذه الرواية فيها مقال ضعفها الشيخ الألباني، قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج يعني الأنوار، يعني يبنوا فوق القبور وبعضهم ينور القبور ينوره. رواه أهل السنن، لكن الرواية الصحيحة: لعن الله زوارات القبور، بالتجديد زوارات القبور، أما زائرات القبور هذه رواية ضعيفة.
فيه مسائل في هذا الباب. الأولى فيه 10 مسائل ونختم بها لأن الصلاة إن شاء الله. الأولى تفسير الأوثان، يعني الأوثان ما خاصة بالأصنام، بل القبور لو عبدت من دون الله صارت أوثانا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة. فالعبد لا يعبد الله عند القبر، ولا يعبد الله فوق القبر، ولا يعبد صاحب القبر، كلها محرم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني هو خاف أن يقع هذا الكلام فاستعاذ، أو هذا الأمر فاستعاذ منه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأنه قال: واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقرن بين اتخاذ القبر وثنا بعبادته، وبين اتخاذ القبور مساجد بأن يعبد الله فيها أو إليها أو تعبد هي من دون الله سبحانه وتعالى. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله بسبب هذا الشرك ووسائل الشرك. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. عبدوا ليه؟ لأنها كانت على صورة رجل صالح. إذا ما تفسيرنا نحن، تفسير مجاهد، وده تفسير ابن عباس رضي الله عن ابن عباس ورحم الله مجاهدا. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، اللات ده قبل ما يسووا صنم كان قبر رجل صالح. طيب الثامنة أنه اسم صاحب القبر، قال وذكر معنى التسمية، معنى التسمية: هو رجل صالح ومن صلاحه كان يطعم الحجاج. التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقابر. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، هناك قول آخر بعضهم جوز، لكن الصحيح أن لا تزور المرأة المقابر لأدلة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها أن الفتنة تكون في المرأة إذا زارت المقابر بأنها تنوح وأنها تضعف. والآن نحن نشاهد ذلك، بعض الناس لما يمشوا المقابر يشوفوا الكلام ده في المرأة، ويشوفوا الجزع بتاعها. وأكثر النساء، أكثر الناس اللي بيرتادوا القبور واللي بيعتقدوا في الأموات في الغالب من النساء، يمشوا يدفنوا القروش كذا وكذا، والمرأة تجي بتزوج لي وعندي حمى وعندي قحة وأشياء كثيرة جدا. طيب العاشرة وأخيرا لعنه من أسرجها، من نور هذه القبور، لأنه إذا نورها وزخرفها دعا الناس إليها وإلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.